السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن الفونتس في الاوبن سي في. احنا عارفين ان احنا اتكلمنا عن الفونت قبل كده، بس لما جينا اتكلمنا قلنا ان اوبن سي في يعني ايه، فيها شويه انواع فونت قليله خالص، يعني تقريبا 9 انواع بس. تمام، فانت كده محصور بالانواع دي بس. فانت مثلا افرض مثلا انت عايز تستخدم فونت تاني او الكلام ده كده، فانت مش هتقدر. فالفكره ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعرف ازاي ان احنا نقدر نستخدم اي فونت، اي فونت حرفيا يقابلك على النت مثلا او موجود على الجهاز بتاعك، ممكن تستخدمه ان شاء الله وتحطه في الصور بتاعتك خالص، ما فيش اي مشكله. فخليكم معايا. تمام، فان شاء الله الفيديو يعني بيعتمد على يعني مكتبه مهمه جدا اسمها بيلو او بي اي ال. تمام، المكتبه ديت لو مش عندك يعني اتاكد بس ايه، اعمل بس هنا يعني اعمل بايثون، تك مثلا هنا بايثون، وبعد كده اعمل هنا امبورت بي اي ال كابيتال. تمام، طبعا هو لما انت اتكيت انتر ما اداليش اي ايرور ولا قال اي حاجه، فهي كده تمام مستطبعه عندك. لو نفذ اللي انا عملته ده هو تمام، لو ما فيش ان شاء الله مشكله خلاص يبقى تمام كده، كمل معايا الفيديو. لو ما حصل، لو لا قدر الله حصل اي مشكله، اعمل حاجه من الاثنين دولت، يا اما تنزلها باستخدام بيب لو السط الاولاني ده، يا اما تستخدمها تنزلها باستخدام اناكوندا. تمام، طيب بعد كده خلاص احنا تمام سطبنا بيل باي ال وكل حاجه. تمام، فهنعمل امبورت لمين؟ هنعمل امبورت الايمج والايمج فونت والايمج ترو. هنعرف كل واحده دلوقتي هستخدمها في ايه، وهعمل امبورت النمباي وراندوم وسي في 2 واو اس. تمام، طيب بعد كده، بعد كده ان شاء الله انا هعمل ايه، هعمل ايمج عباره عن ايمج سودا. تمام، 1920 × 1080. تمام، طيب الكوردينيشن دي المكان اللي انا هحط فيه التكست بتاعي. تمام، يعني انهي واحد، يعني همشي قد ايه على محور اكس وانزل قد ايه في محور واي عشان احط التكست بتاعي. دي الكوردينيشن بتاع التكست. طب الكلر دي لون التكست بتاعي، طبعا الكلر هيبقى بي جي ار. ليه؟ عشان لما هاجي اعرضه في الاخر خالص هنا في الايمج شو، الايمج شو بتعرض بالبي جي ار. تمام، تمام، طالما انا اصلا ما حولتش الصوره ولا عملت لها الار جي بي او اي حاجه ثانيه فهتتعرض بالبي جي ار. تمام، فخلي بالك من الحته دي، لازم تتعمل بي جي ار. تمام، طيب والسكيل السايز، يعني السايز دي عباره عن الفونت سايز بتاعك. تمام، فانا عامل له 50 بكسل. طيب بعد كده، بعد كده هعمل الايمج بتاعتي خالص، هيبقى هديله الهايت وهديله الويدث وهديله 3. دي مهمة جدا ان انت تخلي الايمج اللي عندك 3 تشانلز. ماشي، ليه؟ عشان لما انا احط الكلر بتاعي او الفونت بتاعي يطلع ملون. ماشي، يعني لو انت شلت الثلاثة ديت تمام وجيت عمل وجيت شغلت البرنامج هيطلع لك ايرور. ليه؟ عشان انت بتحاول تكتب تكست تمام وبعد كده تلون التكست. طب ازاي وهو اساسا مفيش الا وان تشانل بس؟ يعني انت مديني قيم للبلو والجرين والريد تمام، وانا ما عنديش اللي هو تشانل واحده بس، فازاي ان انا احط كلر وانا ما عنديش تشانلز عشان احط فيها الكلر ديت؟ فاهم؟ تمام، فعشان كده لازم تخلي له ان يبقى عنده 3 تشانل، يعني لازم يكون في 3 تشانل عشان اقدر اخلي الكلر يظهر او اخلي لون التكست يظهر. تمام، تمام. وبعد كده، بعد كده دي تايب عادي اللي هو انسايند انتجر 8. تمام، هنبدا بقى نشتغل مع البي اي ال. بي اي ال اول حاجه هنعمل مين الايمج بتاعتنا، هي طبعا عباره عن مين، عباره عن نمباي اراي. تمام، فاحنا هنقول له ايمج دوت فروم اراي. تمام، ونديله الايمج بتاعتنا ده، هيحولها لك لمين؟ هيحولها لك لبي اي ال دوت ايمج ايمج اوبجكت. تمام، ايمج اوبجكت دي اوبجكت موجود جوه مكتبه بي اي ال كده، يعني حاجه خاصه به. تمام، طيب اول حاجه بنحولها لمين؟ لايمج اوبجكت. وبعد كده، بعد كده عايزين نجيب يعني ايه بينتر او رسام. الرسام ده بنجيبه ازاي؟ بنقول له ايمج درو دوت درو، ونديله مين؟ نديله الايمج اوبجكت اللي عندنا. تمام، فدي هيديك ايه بينتر كده او درو، بحيث ان انت تقدر ترسم على الصوره بتاعتك او تعمل اي حاجه. لما الدرو دي عباره عن ريفرنس بس، يعني عشان تقدر تستخدم الميثودز اللي عندك. تمام، يعني ده مش صوره ولا اي حاجه، لا ده يعني ايه ريفرنس بس كده وخلاص. تمام، انما وكمان لما انت بتديله الايمج اوبجكت هو بيعمل امبليس، يعني بيغير في الصوره امبليس، يعني لما بيرجع لك مثلا الصوره او اي حاجه ما بيرجعلكش صور، لا بيأثر على الصوره الاصليه اللي انت اللي هي عندك. تمام، فده خلي بالك منها مثلا، بحيث لو انت لو عايز الصوره الاصليه ما تأثرش عليها يبقى اعمل كوبي منها او اي حاجه. تمام، طيب بعد كده بقى نبدأ نشوف بقى ازاي هنستخدم الفونتس. تمام، فالفونت
الفونت اللي عندك يعني عندي على الويندوز مثلا ولا حاجه، لو انت عايز تعرف الفونتس اللي عندك بتعمل الامر ده بس. هك كده تعالى هنا نروح حط الامر ده بس كده، هتلاقي كل الفونتس اللي موجوده على الجهاز عندك ظهرت هنا. تمام، تيجي على اي فونت انت عايزه، اي فونت. تمام، روبرتز اهو، تاخده بقى من هنا اهو. تمام اهو، او لو عايز الباس كله كامل فهو موجود عندك هنا. تمام، بس في اي فونت. تمام، لو لقيت فونت مثلا بيتكون من 3 ورقات كده فتعرف ان جواه اكتر من فونت، فتك عليه هنا برضك نفس الكلام وتاخد الباس بتاعه. تمام، ولو انت بقى مثلا ايه عايز تستخدم فونت معين هنعمله ازاي. فانا بقى الفكره ان انا هنا جبت الفونتس كلها اللي موجوده عندي على الجهاز، تمام، بالسطر ده، وبعدين بعد كده عملت لها الشفل اللي انا ايه يعني ايه يعني اقلبهم كده بحيث ما يظهروش بالترتيب، يعني يجيب من كل حته كده. تمام، وبعد كده بقى لو انت مثلا عايز تستخدم فونت معين، لو انت مثلا مش عايز تستخدم كده عايز تستخدم فونت معين هستخدمه ازاي. في حاجه اسمها ايميجي فونت، ايميجي فونت دوت رو تايب، بتديله مين؟ بتديله اسم الفونت اللي عندك او الباس بتاع الفونت اللي عندك او مكان الفونت اللي عندك بتاعك. تمام، فانا اديت له الباس بتاع الفونت ده، وبعد كده بديله السايز بتاع الفونت. السايز احنا محددينه فوق هنا هو 50. تمام، بعد كده بقى بنقول له درو دوت تكست، ماشي، بقول له بقى درو اللي هو دهوت حط لي تكست فين؟ في الكوردينيشن اللي هو اللي احنا حددناه فوق اهي. تمام، في الكوردينيشن ديت. وبعد كده حط لي الاسم، انا كاتب الله، الله عز وجل. تمام، وبعد كده حط لي اللي هو التكست يعني. تمام، وبعد كده حط لي الكلر موجود هنا اهو. تمام، وبعد كده حط لي مين؟ الفونت اللي عندي جبته من اهو، ادي الفونت اللي عندي، دي الفونت اللي عندي. تمام، دي بالنسبه بقى لو انت عايز تستخدم فونت واحد بس محدد. تمام، طيب انا بقى ايه، انا عايز اعمل مثلا عايز اجيب الصوره اللي عندي ديت واملاها كلها، ماشي، يعني ايه بشويه فونتس كده، يعني تقريبا 180 فونت او اكتر، ماشي، من اللي عند 180 خط. تمام، فانا عملت ايه، يعني عملت الجزء ده بس كده بحيث ان هو ايه هشوف الخطوط اللي عندي، هيجيب لي 180 خط من الخطوط اللي عندي. تمام، وبحيث لو مثلا وهخلي في كل عمود 20 خط. تمام، خلصهم يعني خلص العمود ده ينقل على العمود اللي جنبه ويبدا يحط 20 خط وهكذا لحد ما يخلصه. تمام، فانا هشوف الاندكس بتاعي، لو انا زودت عليه 1 تمام ولقيته بيبقى الاسم على 20 معناه ان هو كده خلص 20 خط. تمام، فهزود بقى ايه، هزود على الاكس ديت 1 بحيث ان هو ينقل، ازوده 1 بحيث ان هو ينقل كمان بقى ايه يعني يمشي يمين كده ويروح على العمود اللي بعده. تمام، وهخلي بقى واي يبدا تاني من 50. تمام، هخلي الواي يبدا تاني من 50. تمام، طيب فالدرو دوت تكست هحط مين؟ هحط 200 في اكس، ماشي، يعني بحيث اول واحد اول حاجه خالص تبدا من مين؟ تبدا من الاكس هنا بتسوح، يبدا من اول مين؟ بيبدا من اول 250، وبعد كده هنا الواي هنا ب 50، ويفضل يزود في الواي يعني بينزل لتحت لتحت لتحت. تمام، لحد ما يوصل للخط رقم 20. اول ما يوصل للخط رقم 20 هيقوم جاي هو مزود الاكس لاتنين، فيبقى يبدا من اول كام؟ بعدها بقى هيبدا بقى من 400، ماشي، والواي هتبدا بكام؟ ب50 برضك، ما انا خليت الواي ترجع تاني 50. تمام، ويفضل شغال هكذا كل ما يخلص 20 خط يقوم جاي محول، ماشي، ويبدا بقى ويخلي الواي ب50 وهكذا. تمام، بس وبعد كده بقى ايه نفس الكلام بالظبط. تمام، مفيش اي اختلاف. وبعد كده بقى بعد ما بتخلص خالص كل ده انت بتشتغل في بي اي ال ايمج اوبجكت. تمام، فمش هينفع لو انت جيت خليت الاوبن سي في مثلا تقراها او تعرضها او تسيفها، مش هينفع، هيقول لك ان ديت مش لا سكيلر، يعني مش قيمه عاديه او حتى نون باي اري، وبالتالي كده مشكله. تمام، فاحنا نحولها ازاي؟ هنقول له ان بي، هنحولها لنون باي اري باستخدام نون باي، هنقول له نون باي دوت اري ونديله مين؟ نديله الصوره اللي عندنا. تمام، فهترجع لك مين؟ هترجع لك الايمج على هيئه نون باي اري، وبعد كده بقى اقدر انا اتصرف فيها زي ما انا عايز. تمام، فاني اول حاجه هعرض الصوره اللي عندنا،
تمام، وبعد كده هعمل لها مين، هسيفها عندي على الجهاز بس، وبعد كده هتك بقى على الزرار بحيث ان انا اطلع من البرنامج. تمام، فتعالى كده نشوف البرنامج اهو، دي شكلها. طبعا هي الصورة 1080x920، فهو يعني ايه نفس يعني عرض الشاشة بتاعتي، فمش هتبقى ظاهرة كلها، يعني هيبقى في شوية اجزاء متاكلة، بس هي الصورة ما فيهاش اي مشكلة. انا هوريها لك بره على الجهاز اهو. تمام، فتعال هنا اهو، دي شكل الصورة اللي عندي، دي شكل الصورة. تمام، بس كده، بس دي يعني ايه، دي حلت يعني حلت مشاكل كتير جدا، يعني بالذات يعني ايه لو انت محتاج يعني خط معين، حاجة معينة، الكلام ده كله، فده يحل لك مشاكل كتير جدا. حاجة برضه كنت عايز اوريها لك، يعني تطبيق على الحاجة ديت، يعني مثلا لو شفت بروجكت اويلر، بروجكت اويلر اللي هي بلاي ليست عندي على القناة، يعني مثلا ايه في كل مسألة محتاجة ان انا احط لها ايه ثامب نيل او مثلا غلاف للفيديو اللي عندي، فكده مشكلة. يعني مثلا ايه كل لو حليت مثلا 25 مسألة، فكل واحدة هاجي اعمل لها غلاف جديد والكلام ده كده، فهو تعب قلب. فالفكرة ان انا حليت المشكلة دي ازاي، انا عملت غلاف عادي كده، وبعد كده خليت اوبن، بعد ما يعمل الغلاف ده هديله رقم الحلقة اللي عندي. تمام، رقم مثلا المسألة، رقم 2 مثلا ولا حاجة، هديها له ماشي، وبعد كده هو بقى هيعمل الغلاف ده ويحط له رقم المسألة، وكمان يخلي لي العنوان بتاع الفيديو يبعته لي على الكيبورد، الكليب بورد، او يحطه لي يعني ايه يعمل له كوبي. تمام، بحيث ان انا يعني اقدر استخدمه. فهوري لك الكود بحيث ان انت تفهم اكتر. تمام، تعالى بس اوريه لك اهو. دي عبارة عن مين، دي عبارة عن دي الثامب نيل او اللي هو الغلاف بتاعي. تمام، طيب بعد كده بقى كرييت اويلر ثامب نيل، دي هيعمل ايه؟ بص نفس الكلام بالظبط. تمام، دي نفس الكلام، كل اللي انا بعمله اهو هتلاقي، لو انا هخليك بس ايه تبقى تقرأه كده مع نفسك والكلام ده كله، وهتلاقي نفس الكلام بالظبط. تمام، بس فهو هيعمل كل حاجة، هيعمل ايمج ريد، وبعد كده يحولها للبي اي ال، وبعد كده يعمل لها درو، وده الفونت اللي انا عايز استخدمه، انا عايز استخدم الفونت ده. تمام، وبعد كده يعمل درو للفونت ده، وبعد كده يحولها لي تاني النمباي اري، وبعد كده يسيفها لي بقى، سيفها لي. تمام، وبعد كده خلاص يفتح لي بقى المكان التسييف اللي هو سيفه فيه، بس كده. تمام، فدي تطبيق يعني حاجة بسيطة وبيوفر عليا وقت كتير جدا، يعني بدل ما اخش مثلا على جيمب مثلا ولا حاجة واقعد اعدل على الصورة واعمل واسوي وبعد كده ارفعه تاني، فهو وفر عليا وقت كتير جدا. تمام، فدي تطبيق بسيط خالص، انا عايزك برضك تبقى تتفرج عليه ان شاء الله وتشوف التطبيق ده وتجيب انت افكار من دماغك بحيث تقدر تطبق كمان على الحاجات دي. تمام، بس فهو دي نهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.